نتحول إلى مدينة الرباط، حيث قام أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، قام اليوم بزيارة لضريح محمد الخامس، حيث ترحم الملك محمد السادس على روح فقيد العروبة والإسلام جده جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، وذلك بمناسبة حلول العام من رمضان الأبرك ذكرى وفاة محمد الخامس، طيب الله ثراه.